هنشير مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بفريق الاحتياجات التدريبية للقرن 21 في عصر الرقمنة. ان تكون الشاشة ظاهرة الآن. انا شيرت الشاشة بتاعتي ظاهرة الآن. استاذة ايمان الشاشة ظاهرة الآن. ظاهرة استاذ فوز. ماشي شكرا. فريق الاحتياجات التدريبية للقرن 21 ليه مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به؟ وهي عبارة عن رقم تليفون قائد ومؤسس الفريق اللي هو 00201015053871، كمان عندنا موقع الانستجرام. لو مش هتمسح الكود يمكنك أخذ سكرينة خاصة بيه للي عايز يتواصل من خلال الانستجرام. كمان عندنا تويتر، ممكن تمسح الكود او تاخد له سكرينة وترجع تدخل وتشترك في قناة تويتر. عندنا صفحة الفيسبوك، ممكن تمسح الكود أو تاخده سكرينة. عندنا أيضا صفحة الواتساب، إحدى المجموعات الاثنى عشرة، ممكن أيضا تشترك بالواتساب. أيضا قناة اليوتيوب عليها كل فيديوهات ومحاضرات فريق الاحتياجات التدريبية. أيضا عندنا تليجرام، يمكنك مسح الكود أو تاخد سكرينة ليه وتشترك في قناة تليجرام. هي أيضا عليها كل تسجيلات الفريق. دي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بفريق الاحتياجات التدريبية للقرن 21. وفي النهاية
نقول اجتهدنا حتى وصلنا إليكم، فلا تبخل علينا بالدعاء، ساهم معنا حتى ولو بمشاركة لأعمالنا، سواء كانت بوست أو دعوة صديق أو تعليق. لكم مني تحياتي، ومع مدربة اليوم أستاذة سعدية عثمان، فلتتفضل. مشكورة. السلام عليكم ورحمة السلام الله عليكم وبركاته. ورحمة الله وبركاته. في الجزء الثاني من ورشتنا أعمل مشاركة. تفضلي. دلوقتي هنشتغل مع البرنامج الثاني اللي هو استوديو، أو المنصة الثانية studio.code.org. يعني هفتح كل اللي احنا هنعمله، هنفتح، أنا بس هوريكم في جوجل. هنكتب في جوجل studio.code.org. انا لو بس عشان ما عنديش شاشه فانا كتبت، هي اكيد ظاهره قدامكم studio.code.org. هندخل عليها. انا هبعت ثواني، نروح على هنا، هبعت رابط عند أستاذة إيمان وهي هتحطه على الشات. أستاذة إيمان لو سمحتي ممكن تحطي الرابط اللي أنا حطيته دلوقتي. حاضر يا أستاذة سعدية، هو موجود دلوقتي على الشات. أوكي. دلوقتي بعد ما ندخل على studio.code.org هتتفتح عندنا اللي هي الصفحة اللي موجودة اللي احنا شايفينها قدامنا. طبعا هيطلب مننا، انا بس عايز ده حد يكون ضغط على الرابط ويقول لي ايه اللي ظهر عنده. يعني استاذة ايمان لو ضغطتي عليه قولي لي بس ايه اللي ظهر عندك. استاذة ايمان او استاذ فوزي لو ضغطت على الرابط قول لي ايه اللي ظهر عندك. حاضر. طبعا لو طلب منكم تسجيل الدخول بتسجلوا بحساب الجوجل او بحساب اللي هو الحساب الهوت ميل او الفيسبوك. ما فتحش معاكم اي حاجه؟ النت تقيل بس شويه. النت تقيل شويه بس اي حد فتح، بس يعني استاذه ايمان استاذه مكانة اللي فتح عنده الموقع يقول بس ايه اللي ظهر عنده. استاذه ايمان نزلت تقريبا صوره هي على الشات. ما هو انا ما عنديش الشات للاسف. لا ماشي استاذه ايمان، معلش قولي لها، قول للاستاذه سعديه ايه اللي فتح قدامي حضرتك، او تبعتها لي على الواتس وانا هشوف ايه اللي ظهر. تمام. طبعا لما بنفتح studio.code.org لحد ما تيجي الصوره، اول ما نفتح المفروض ان هو ده صف، الصف اللي هو انتم مشتركين فيه، هيبقى الكود بتاعه YKK4K وبعدين J، Y و4K وبعدين وراهم J كلهم بحرف الكابيتال، واسم الصف المتعة مع البرمجة. فهل ظهر عندكم الصف المتعة مع البرمجة؟ اللي ظهر عنده المتعة مع البرمجة يرفع ايده. استاذة ايمان
اللي هو الصف اللي دخل اللي هو بالرابط اللي استاذه ايمان حطيته، لو ضغطتوا عليه المفروض ان هو يدخلكم على الصف على طول. لو ما دخلتكوش على الصف على طول كل الحكايه هتكتبوا studio.code.org studio.code.org عشان يفتح معاكم الصف. هو فتح معاكم، هيفتح معاكم على اللي هي داشبورد اللي هي الصفحه بتاعه المعلم اللي هي بتاعه الصف بتاعي، يعني كانكم داخل الصف بس لسه لحد دلوقتي ما فيش ولا طالب دخل. لو فتحتوا على الصفحه على طول اللي انتم موجودين فيها هتنزلوا تحت عند سيكشن اللي هي جوين ا سيكشن، جوين ا سيكشن هتضغطوا على جوين ا سيكشن وهيظهر عندكم اللي هي الحروف اللي موجوده اللي هي واي 4 كي وبعدين جي، واي 4 كي هتحطه في السكشن اللي موجود تحت، واي وبعدها 4 كي اربع حروف كي وبعدين جي. اول ما تضغطوا هيطلب منكم اللي لسه طبعا اللي دخل على الرابط زي ما استاذه ايمان بعتت لي طلب منكم الدخول. عندكم على اليسار او على اليمين في استمرار بحساب الجوجل او استمرار بحساب الفيسبوك او بحساب المايكروسوفت اللي هو الهوت ميل او الاوتلوك او حساب الوزاره اللي هو تي والحرف والرقم المدني. فانتوا هتضغطوا باي واحده منهم اللي هي استمر بحساب الجوجل او بالفيسبوك او بالمايكروسوفت، او تدخلوا مقطع البرمجه في المكان، مقطع البرمجه اللي هو الحروف اللي موجوده قدامنا دي اللي هي واي كي 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 4 كي وبعدين جي. لحد دلوقتي ما فيش اي حد دخل في الصف. اللي دخل بحساب الجوجل او بحساب الهوت ميل او بحساب الفيسبوك بس يرفع ايده علشان نكمل. بتسجله في الموقع باي حساب من الحسابات اللي موجوده، حساب الجوجل، استاذه مريان رفعت ايديها، استاذه ايمان رفع ايديها، بتدخلوا بالحسابات اللي انتوا عايزينها، جيميل او جوجل او هوت ميل اللي انتوا عايزينه. بعد ما بنسجل عشان يعني انا كنت عايزاكم معايا، ندخل على الداشبورد مره تانيه. عندي كورس اسمه كورس سي، او ان انا ادخل على الكورس كتالوج. اول ما بتظهروا، اول ما بتظهر الشاشه اللي عندكم دي، عندكم ماي داشبورد وعندكم كورس كتالوج وعندكم بروجيكتس وعندكم بروفيشنال ليرنينج. فاحنا هنضغط على كورس كتالوج. اما اضغط على كورس كتالوج عندي هنا كاتب لي طبعا بالانجليزي، انتوا تقدروا تحولوا لو انتوا بتشتغلوا بجوجل او بالمايكروسوفت ايدج، كليك يمين عليها وبعدين عندي كلمه ترانسليت تو ارابيك، يعني تقدروا تترجموا الصفحه للغه العربيه، ترانسليت تو ارابيك. لو ضغطت عليها حولت لي للغه العربيه اللي موجوده. طبعا هو انا بس هعملها دلوقتي شويه عشان تشوفوها قدامكم بالعربي، بعد كده هرجعها تاني انجليزي. دي الدورات الموصى بيها للمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية. المرحلة الابتدائية زي ما انتم شايفين نزل عندنا اللي هي الكورس سي. المرحلة المتوسطة كل واحدة فيهم الصعوبة بتاعتها حسب المرحلة، حسب عمر الطالب. فاحنا النهاردة هنشتغل على كورس سي وهتعرفوا قد ايه هو ممتع جدا جدا للطلاب. كورس سي هتضغطوا عليها هيظهر عندكم اللي هي الدورة التدريبية، عرض الدورة التدريبية. لما اضغط على عرض الدورة التدريبية ظهر عندي اللي هي المراحل، مرحلة الكينتر جارتن اللي هي مرحلة الروضة، بعدين مرحلة الصف الأول، مرحلة الصف الثاني، مرحلة الصف الثالث، الرابع، الخامس. فاحنا هنضغط على كورس سي، كورس سي. هضغط على فيو كورس. فتح عندي اللي هي المتعة مع البرمجة أو الصف اللي أنا كنت عاملاه. دلوقتي أنا اللي دخل عندي أستاذ وائل وأستاذة الشيماء و MR يعني بس عندي ثلاثة في الصف اللي موجودين، ثلاثة اللي دخلوا بالكود. هقول الكود تاني علشان تدخلوا عليه، اللي عايز يعرف يدخل الكود عشان يبقى موجودين جوه الصف عشان أقدر أطلع الشهادات باسمكم منها. الشهادة هتكون موجودة MR بس إذا حب يغير الاسم. أوكي هوريكم الشهادات ازاي بتطلع مره ثانيه. الكود اللي هتدخلوا عليه بعد ما تعملوا، هعمل تراجع، الكود اللي هو واي كي كي 4 كي وجي
هكتبه الأستاذة إيمان وهي هتحطه لكم. ده كود الصف اللي هي Y و4K و-J. هنحطه فين بعد ما نفتح الصفحة الأساسية اللي هتظهر لي دي؟ هنزل في آخر الصفحة وهلاقي كلمة Join Section. Join Section هكتب فيها اللي هي Y 4K وبعدين J. واعمل Join Section واضغط على Join Section. خلاص؟ يعني انزل لحد لآخر الصفحة واحط الكود اللي هو موجود Y و4K و-J. نطلع تاني. انا لحد دلوقتي هم 4 ستودنت الموجودين اللي احنا قلنا اساميهم، هم اللي موجودين عندي اللي هي استاذه فاتن، لا في تاني دخلوا، استاذه شيماء، استاذ يوسف، استاذ وائل، استاذه سماح. دي الاسماء اللي موجوده. طبعا الشهادات كده بقى 10 طلاب دخلوا بالكود اللي موجود. نبدا عشان نشتغل مع بعض. اضغط على كورس سي اللي هو موجود عندكم، هتلاقوا فيه كلمه كورس سي، يعني اللي هيدخل الصف هيلاقي فيه كلمه كورس سي، المتعه عباره عن برمجه واسم الكورس. اضغط على الكورس. لما اضغط على الكورس عندي انزل على اللي هي بروجرامينج ويز انجري بيرد اللي هي ليسون 3، بروجرامينج ويز انجري بيرد. طبعا انجري بيردز يعني الطلاب بيحبوها جدا، فاحنا لما نضغط عليها اول واحده فيديو معرفه باللعبه، بيعرفني باللعبه، بعدين عندي بدايه التحديات من اول رقم 2 لحد رقم 11. اضغط على رقم 2 بيظهر عندي هنا بيقول لي for this puzzle drag all the blocks together and click run. يعني بعد ما ابني الكود اضغط على كلمه run، وانجري بيرد موجود عندي على اليمين زي ما انتم شايفين، واللي هو الكائن الاخضر اللي كان زي موجود في الفيلم اللي هو المفروض ان هو بيتحداه. هنضغط على الاكس، نضغط على كلمه اوكي. دلوقتي انا كل شغلي على الانجري بيرد، كل الخطوات اللي هعملها مع الانجري بيرد اللي موجود. انا دلوقتي عشان الانجري بيرد يروح للعدو بتاعه اللي هو الكائن الاخضر ده، المفروض يمشي كام خطوه؟ يمشي خطوتين. انا دلوقتي في المستوى الثاني، هم 11 مستوى، فانا كل اللي انا هعمله هو بيبقى حاطط لي على الشاشه البيضاء اللي موجوده اللي انا هحط فيها الكود زي ما احنا شايفين. وين ران اول ما يبدا يتحرك، يتحرك ازاي؟ هو هنا في اتجاهه، وكل اللي انا هعمله موف فورورد حركه 2، يعني يتحرك خطوتين. هو اول مره بس حط لي الاكواد عشان يشوف، وزي ما احنا شايفين في الورك سبيس. بعد اذن حضرتك، نعم بعد اذن حضرتك بس عشان على الشات بس طالبين، بس اذا تعيدي استخدام الكود مره ثانيه اللي هو واي و4 كي وجي. ايوه طيب اوكي نرجع تاني. انا هفتح واحد تاني، يعني مثلا ده كود، لا هفتحه هنا اهي studio.code.org وافتح الموقع الاول. ظهر عندي دلوقتي انا عايزه انضم. You are already signed in. عايزه انضم، انزل تحت في اخر الصفحه واكتب انا منضمه YKK اللي هي Y و4K، انزل في اخر الصفحه join section واكتب الكود تحت join section واكتب الكود تحت وبعدين اعمل join section. اوكي يعني مثلا انا هعمل هنا leaf section، من هنا عملت leaf section فما بقاش موجود. اضغط تاني واكتب YKKKK وبعدين J واعمل join section. اهو انضمت للصف. بعد ما بنضم للصف بضغط على كورس C منه، اضغط على كورس C من عنده، اضغط على كورس C فتح لي الكورس C. عندي lesson 1 انا مش عايزاه، lesson 2 هنزل على lesson 3. طبعا انا هنا كنت حليتهم. نرجع تاني بقى للي احنا كنا شغالين فيه. هنا كل مرحلة انا هخلصها هيتحول اللون بتاعها للون الاخضر. فانا دلوقتي انا كتبت الكود، طب عايز اعرف اذا كان صح ولا غلط، اروح عند كلمه run اللي موجوده واضغط كلمه run.
كده المرحلة الأولى خلصت، فبيقول لي ريبلاي، عايزة تعيديها ولا كونتينيو؟ لا أنا عايزة أكمل، فأنا هقول كونتينيو. هيفتح لي اللي هي المرحلة الثالثة. دلوقتي الأنجري بيرد موجود هنا زي ما احنا شايفين، المفروض عايز يروح ناحية العدو، وهو أصلا باصص له، لأن في مراحل أنا هتحرك يمين ويسار. فهنا هيتحرك كام خطوة؟ واحد اتنين تلاتة، يعني موف فورورد مرة، وموف فورورد مرة كمان، وبعدين موف فورورد المرة الثالثة لحد ما يوصل للكائن الأخضر. بعدين هعمل ران. أنا كده خلصت المرحلة. كونتينيو. دلوقتي هو بيقول لي هنا، بيقول لي ذا بيج از رافلينج ماي فيزر، بيقول لي هو عامل لي كود وبيقول لي ان في حاجه فيه زياده، يعني انا عشان اتحرك في حاجه زياده. ايه الحاجه الزياده؟ دلوقتي هو الانجري بيرد هنا، فالانجري بيرد موجود هنا، المفروض يتحرك خطوه واحده. لو بصينا في اللي هو بنيه هلاقي ان هو موف فورورد، موف فورورد يعني اتحرك للامام واتحرك للامام. لو اتحرك للامام خطوتين، ادي واحده والتانيه هيخبط هنا. يعني لو انا عملت ران للكود اللي هو عامله عشان نشوف غلط، ان لقى في اللي هي اطار او اللي هي حائط موجود قدامه، يبقى فين الغلط اللي موجود؟ الغلط اللي موجود واحده موف فورورد مكانها مش هنا، هشيل انا موف فورورد دي بعيده واكمل الكود تاني واشوف كده اتحرك. طبعا هو قال لي اتحرك للامام وبعد كده لف يسار. تخيلوا نفسكم انتوا الانجري بيرد ولفوا معاه، شوفوا هتتحركوا يسار ولا يمين، وبعد كده تيرن ليفت يعني اتحرك لليسار، وبعدين اتحرك للامام خطوتين. نعمل ران. كان البلوك الزياده اللي هي في حاطط زياده موف فورورد، انا صلحت كده الكود اللي هو كان عامله. كونتينيو. دلوقتي هو سايبني بقى انا اعمل الكود، كله موجود على بالنسبه لنا على اليمين، وانا هبتدي بقى احط الكود ونتحرك مع حركه الانجري بيرد. دلوقتي هو هنا وعايز ينزل عند ده، باول خطوه هيتحرك خطوه واحده بس للامام، يبقى موف فورورد واحده. لما يتحرك موف فورورد واحده بعد كده هيلف تيرن ليفت ولا تيرن رايت، يلف يمين ولا يسار؟ بس اي حد من الأعضاء يقول لي يلف يمين ولا يسار؟ يمين. يلف يمين يعني turn right. طيب بعد ما يلف يمين هيتحرك للأمام كام خطوة؟ إحنا هنا واقفين هنا وتحركنا يمين، يتحرك للأمام كام خطوة؟ خطوة. خطوة واحدة، move forward خطوة واحدة، تحرك للأمام خطوة واحدة. بعد ما اتحرك للأمام هو بقى هنا، هو هنا كان هنا، بعدين نزل هنا. المفروض يتحرك ايه؟ يمين ولا يسار؟ ها؟ يسار. يسار تيرن ليفت. خطوتين. وبعد كده يتحرك للامام ونشوف الكود كده استاذ فوزي اللي حله معايا. برافو استاذ فوزي. دلوقتي المشاركين معايا أفنان وأستاذة دلال وأستاذ دريس وفاتن وفاطمة وجان، مجموعة كبيرة ما شاء الله دخلوا معانا. دلوقتي إحنا في المرحلة السادسة، وقال لي إن أنت قدامك 6 بلوكس تقدري تستخدميهم، أكتر من كده ولو كان صح هو هيقول لي صح، بس هو عشان يبقى صح وتبقى خضرة اللي هي أخضر غامق ويبقى إحنا أنهيناه بالبلوكس اللي هو عايزهم، لازم هنعمل كده. عايز حد يشارك معايا ونتحرك مع بعض ونشوف. نشوف الشات، نختار حد استاذ فوزي يفتح معاه. استاذه ايمان رفع ايديها، فممكن استاذ فوزي، استاذه ايمان لو حابه تشاركي خلي ايديكي مرفوعه وتقولي لي الخطوات من الشاشه، انا همشي مع الخطوات. لا استاذه ايمان نزلت، ما فيش حد عايز يشارك يمشي معايا في اللي هي المرحله السادسه. استاذه شيماء، استاذ فوزي ممكن تفتح لاستاذه شيماء المايك؟ هم 11 مستوى، احنا كده في المستوى السادس، يعني لو كل واحد يشارك معايا في مستوى هنشوف. اوكي السلام عليكم، ازي حضرتك استاذ عليا؟ اهلا وسهلا، احنا حاليا في المستوى السادس. انا فاتحه ايه؟ ايوه هنا ماشي. اوكي هو هيعمل موف فورورد.
move forward. كم خطوة؟ اتنين. خطوتين. نتحرك للأمام. أدي واحدة. اتنين. وبعدين؟ وبعد كده move left أو turn left. أيوة. Sorry. Turn left. ماشي. وبعدين؟ بعد كده move forward مرتين. move forward مرتين. وكده انتهينا. نعمل run. تهيألي كده صح ولا ايه؟ برافو. انا سبتك شوية بنفسك. برافو. ما شاء الله. برافو استاذة شيماء. اوكي شكرا لحضرتك. شارك معايا في المستوى السابع. نشوف مين اللي رافعين ايديهم. ها مين يعمل معايا المستوى السابع؟ ما فيش حد؟ خايفين ولا ايه؟ هي الشاشة موجودة قدامكم وانتوا هتقولوا الخطوات. ها؟ طب من أعضاء الجروب أستاذة إيمان، أستاذة ماريانا، أستاذ فوزي يعمل معايا مرة. لا عايزين مشاركين. إحنا بنلعب على فكرة، هي بس بنشوف الكود بيتعمل إزاي، يعني هو موجود جاهز الخطوات وإحنا بس بنرتبها على حسب حركة الأنجري بيرد يوصل إزاي. إذا ما حدش رافع إيده هنختار إحنا. ممكن ما يردوش يا أستاذ فوز. ها أستاذة شيماء برضو عايزة، ما شاء الله أستاذة شيماء عايزة تكمل. عايزين حد يغلب أستاذة شيماء. مين من اللي موجودين؟ خلاص هنخلي أستاذة شيماء مرة تانية على كده، هنديها جايزة. مين تاني؟ أوكي. ها خلاص أستاذة شيماء تعمل معانا المستوى السابع. ها يلا. أوكي. هنبدأ موف فورورد. طيب هو أنا هعملها معاكي ووريها لك. موف فورورد وهعمل لك ران للحركة اللي انت قلتيها. ران اللي حصل. صح. لا مش هينفع، مش هينفع موف فورورد. أيوة. صح. نرجع نرميها تاني. أنا أخطأت دي. الخطوة. أوكي. كده هيطلع قدام، يبقى هيبقى تيرن أب. صح كده. يا تيرن لفت يا تيرن رايت. تمام. أوكي. تيرن تيرن رايت. تيرن رايت. انت ازاي انت لتحت صح؟ لا كده تيرن تيرن ليفت. لا لا انت عايزاه في حركتك لما بعد ما تعملي الحركه اللي انت هتعمليها يطلع فوق ولا ينزل تحت؟ انا عايزاه يطلع فوق. عايزاه يطلع فوق. يبقى تخيلي انت اللي موجوده وبتلفي، هتلفي يمين ولا يسار؟ لا يسار. يسار. يبقى تيرن ليفت. ها يبقى كده هو لف. بعدين اوكي بعد كده هيمشي فوق. هيمشي يعني بقى موف فورورد. صح موف فورورد. ايوه كده بقى هنا احنا كده واقفين هنا. بعدين بس كده واقفين هنا ووشينا للون الاخضر. لا انا عايزاه كده يمشي قدام كمان. لا مش قدام بقى، هيبقى تيرن رايت. ايوه يتحرك تيرن رايت. وبعدين بعد كده هيبقى موف كمان حركه واحده. صح واحده بس بقى هنا. اتنين كده بقى. اتنين كده بقى هنا. اتنين موف فورورد. طيب ماشي موف فورورد بقت واحد اتنين. لا محتاج تلاتة. خطوة كمان يبقى تلاتة. صح يبقى تلاتة. طيب انا هعمل بصوا ثواني، يعني موف فورورد يبقى البيت. يبقى ممكن نقول البيت. ايوه تلاتة كده تلات خطوات. طيب انا بعد بدل ما اعملهم تلاتة انا هخليها يعني اشيل دول واعملها البيت واختار هنا من السهم احط تلاتة وحط بس جواها موف فورورد. كده احنا اتحركنا واحد اتنين تلاتة. اوكي بعدين احنا واقفين هنا دلوقتي بس وشينا للمربع ده. ها بعدين اللي هو انا عايزة كده تيرن بقى. أيوة. تيرن رايت. لا تيرن ها تيرن ليفت. تيرن ليفت لا رايت. يتحرك والله. تيرن رايت. تخيلي انت بصة للاتجاه ده وعايزة تلفي انت فلما هتلفي هتلفي تيرن رايت. ماشي. وبعدين بعد كده موف بس. ايوه موف فورورد. صح move نشوف forward. بقى الكود. كده عندي ايه. صح تمام الحمد لله. ما شاء الله. ماشي نيجي نروح للمستوى الثامن.
I am ready طبعاً ديت بقى اللي هي المستوى الثامن بقول إن هو في تحدي عشان نشوف هيتعمل إزاي. يعمل I am ready هو تحدي، هو عامل لي بلوكس هي موجودة، أنا هعتبر إنها مش موجودة وهنمشي. في حد رافع إيده ولا نكمل؟ ما فيش حد رافع إيده، يعني واضح إن مين؟ أستاذة آيات. أوكي أستاذة آيات وأستاذة إيمان. أستاذة آيات تعمل الأول، نروح عند المستوى الثامن نبدأ. أستاذة آيات طبعاً أنا أحاول ماشي، لا عادي براحتك خدي راحتك، إحنا مع بعض كلنا. ضل زي ما هو بعمل move forward. أيوة كم خطوة؟ 10 خطوتين. طيب أنا بدل ما أعمل 1 2 أشيلها وأخدها ريبيت مرتين أهي، ونعملها 2 وأحط move forward كده اتحركنا مرتين، يعني بقى 1 2 وقف هنا. بعدين بعدين تاخدي turn right. turn right أيوة، وبعدين تاخدي move forward. أيوة واحدة move forward، يعني هنا دلوقتي احنا اتحركنا الأول 1 2 بعدين واحنا واقفين هنا عملنا turn right ونزلنا خطوة. بعدين تمام move forward كم واحدة move forward تاني، هتخبط في TNT أوريها لك. لا أبدا. Right or left؟ Right. Right. طب أنت واقفة هنا؟ أنت واقفة هنا؟ تكون لفوق ولا لتحت؟ left. لا. ماشي. turn left. أيوة. وبعدين؟ إحنا كده خلاص عملنا turn left، يعني بقى وشنا الناحية دي. ها. بعدين؟ بمشي خطوة اللي هو move forward. أيوة. أمشي خطوة move forward. بعدين؟ أنا كده مشيت خطوة فعيني هنا، أنا كده وشي الناحية، يبقى turn right. turn right. turn right. بعدين أنا هنا كده دلوقتي وشي مظبوط. ها تمام هسه بمشي move forward كم خطوة؟ 3 يبقى أخدها repeat وأخليها 3 وأعمل move forward. أوكي بعدين كده احنا اتحركنا 1 2 3 انا واقفه هنا بس وشي لينا، يعني ان شايفه الشاشه. ها بعدين turn right. خلاص انا كده بصيت له بس لسه في مكاني. بعدين امشي خطوه move forward خطوه واحده ونعمل run ونشوف الكود. مشتري هاي وصل برافو ماشي هنوصل للمستوى التاسع. طبعا بيقول كيف قال مين اللي حابب يشارك معنا؟ عايزين حد ممكن يشارك؟ ما فيش حد في بودريكا. اوكي نفتح المايك ممكن استاذ فوزي. استاذ فوزي مفتوح. لا اوكي نرجع نروح هنا حاليا ادي الانجري بيرد موجود، بعدين عايز يطلع لحد فوق لحد ما يوصل للي هو العدو بتاعه. نبدا نتحرك ان شاء الله. اذن move forward مره move forward ايوه خطوه واحده اتحركنا بقينا هنا. ها بعدين turn right. اوكي بعدين move 1 2 3 4 5 يعني 5 مرات مو 5 مرات. احنا واقفين هنا حاليا، احنا كده واقفين هنا بتحرك كم خطوة؟ 5 4 شور 1 2 3 4 نعم
أربعة، يبقى أخد repeat أربعة وخليها four، وبعدين أعمل move forward. كده أنا اتحركت أربع خطوات، أنا بقيت واقفة هنا. نعم. إذن turn right. Turn right. أوكي. Move forward مرة واحدة. Move forward مرة واحدة. طبعا هما المفروض 9 blocks، إحنا كده عملناها ب 7 blocks بس. نعمل run. رب إن شاء الله. الحمد لله. خلصنا المستوى التاسع. نيجي للمستوى العاشر. المستوى العاشر هو عامل لي الكود، بس بيقول لي بالكود اللي موجود ده، هل الانجري بيرد والاند اب وان ستيب شورت اوف ذا بيك، يعني هل هينتهي وان ستيب شورت اقصر، يعني مش هيوصل بفرق واحده، ولا ذا بيرد والميك ات ذا بيك، البيرد هيوصل للبيك، ولا والران انتو ذا تنت، ولا هيوصل للتي ان تي، ولا ذا بيرد والران انتو ذا وول، ولا هيتخبط في الوول. فنشوف، هو بيقول لي وين ران، الاول هيعمل تيرن ليفت، يعني هو هنا هيعمل تيرن ليفت، بعدين تيرن ليفت يعني مرتين ليفت وليفت، بعدين موف فورورد، موف فورورد، بعدين تيرن ليفت، بعدين موف فورورد ثلاث مرات. نشوف، ها هنختار انهي، A ولا B ولا C ولا D؟ عايز حد يقول لي الاجابه، وبعدين لما نختار هندوس ونشوف. دلوقتي الكود اللي موجود ده، هل هيوصله للبيج ولا هيوصله ان هو، نعم دي دي دي. مين اللي قال الإجابة؟ أنا. أستاذ شيماء، في حد عنده إجابة تانية قبل ما ندوس على الدي ونشوف؟ طيب إحنا لما دوسنا على الدي، أنت اخترتي the bed the bird will run into the wall، يعني البرد هيتخبط في الوول، في الطوفة، في الحيطة. آخر كلام قبل ما ادوس واشوف صح ولا غلط. ربنا يستر. نشوف. لا مش هيتخبط. الإجابة كانت بي على فكرة. ريفيو كود الإجابة هتبقى بي، مش يعني ان هو هيوصل فعلا. صح. فالإجابة بي. اوكي. طيب ست ونعمل، طبعا هو مش هيرجع تاني، يخليها لنا مش مشكله. نروح عند 11 اللي هو براكتس اخر حاجه. مين طبعا هنا كبرها شويه، كبر المسافه شويه، عايزين نشوف مين ممكن يشارك معانا. ما شاء الله استاذه شيماء حلوه، مغامرة. أستاذة دلال، أفتح المايك أستاذة دلال، هو مفتوح عندك عشان نعمل مع بعض 11. يعطيك العافية. الله يعافيكي. برضو رح أحاول يعني. عادي خدي راحتك خالص. أول إشي عندك move forward. كم خطوة؟ واحد، عندك اثنين، ثلاث، أربعة. أربعة؟ يعني هنا كده تعتبر لحد هنا ادي واحد، بعدين هنا اثنين، بعدين هنا ثلاثة، لو قلت اربعة هيتلات تلات، يعني تلات خطوات. تلات. يبقى هاخد ريبيت. ريبيت معناها كررها لي تلات مرات وغير ثلاثة. كده احنا اتحركناه تلات مرات، يعني هو هنا حاليا، هو هنا. بعدين تيرن ليفت. ريفت اور رايت. انت دلوقتي باصة للتي ان تي، للصندوق اللي موجود في تي ان تي. لما تيجي تلفي، لا لما تيجي تلفي هتلفي رايت اور ليفت؟ رايت. رايت يبقى تيرن رايت. بعدين عندك موف فورورد. ايوه هاو ميني؟ واحد، اثنين، اربعة. اربعة. طيب انت واقفة هنا لحد الصندوق اللي هو تي ان تي، ادي واحد. الصندوق تي ان تي الثاني، ادي اثنين. صندوق ثلاثة. يبقى ريبيت ونختار ثلاثة وموف فورورد. اوكي كده احنا اتحركنا، بقينا واقفين في نفس المستوى بتاعه هنا. بعدين تيرن ليفت. بعدين تيرن ليفت. اوكي. بعدين احنا هنا حاليا موف فورورد تو ادي وان تو تري 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 تري
يعني ثلاث خطوات، يعني ريبيت وبعدين 3 واعمل موف فورورد ثلاث خطوات ونشوف الكود. برافو استاذه بنات. طبعا احنا خلصنا، هو بيقول لي يو كومبليتد بروجرامينج ويز انجري بيرد، انت خلصتي اللي هي الانجري بيرد، يو جاست روت 8 لاينز اوف كود، خلصتيها على 8 لاينز، 8 خطوط بس من الكود. ماشي كده احنا خلصنا. بيفتح لي صفحه اللي هو التحدي اللي موجود هنا. طبعا احنا خلصناه خلاص، انا مش عايزه ده. المجموعة المشاركة معايا اللي دخلوا، ما اعرفش مين فيهم اللي خلصتوا اللي هي ال 11 مستوى. طبعا هي الميزة ان بعد كده بندخل على مستويات تانية، يعني لو دخلنا على ليسون 4 هنلاقي ان هو دي اللي هي الفيديو تعريف بيها. بعد كده عندي متاهة، احنا مش بنفس الطريقة، يعني تقدروا بعد كده تخلوا اولادكم، يعني انا اولادي حبوها جدا، حبوا الماينكرافت، وهم اصلا الماينكرافت مش عايزين يسيبوه من ساعتها، ودي لان هي شايفين الحركه قدامهم بعد ما بيكتبوا الكود. يعني كل مستوى بيبقى اصعب شويه من المستوى اللي قبله، يعني هو ما يقدرش هنا ينط على دي لانها مكسوره، لازم يمشي على اماكن سليمه لحد ما يوصل للبندق. طبعا دي برضو اللي هي ايس ايج اعتقد، اللي هو فيلم الايس ايج، فهم برضو لان هو على اساس الكرتون، عشان كده ده مستوى ابتدائي، على اساس الكرتون اللي هم بيحبوه عاملين لهم الرسومات اللي هي بتاعه الاور اوف كود، ازاي يبنوا الكود بتاعهم. فتقدروا بعد كده تكملوا المراحل الاكواد كلكم، كل الحكايه انكم بتدخلوا بحساب الجوجل او الهوت ميل او الفيسبوك، او ان انتم تعملوا حساب اصلا على الموقع، يعني تعملوا حساب من البدايه بعيد عن الحسابات الثانيه، وتقدروا تكملوا بقيه المراحل اللي موجوده. في اي سؤال؟ عندي لو سمحتي يا استاذه سعديه بعد اذن حضرتك، حضرتك اللي بنيتي اللعبه نفسها واحنا بنخش نحل الكود، لو انا بقى عايزه ابني لعبه زي دي كده وهم يدخلوا برضو الطلبه يحلوا الكود، طريقه ازاي بقى؟ دي ان انت تروحي على الموقع، بس انا ما بعرفش طبعا، انا بس هوريكي. هتروحي عند البروجكت اللي هي ماي بروجكت من اسمك، هتلاقي فيه هنا تدخلي على اللايبراري او بابليك، او تختاري من دول، هو حتى بيقول لك ستارت ا نيو بروجكت، وانت تبني اللعبه زي ما انت عايزه. عندك في سبريت لاب، وفي ارتست، وفي اب لاب، وفي جيم لاب. لما بتفتحيها، انا افتح لك واحده بس انا اصلا ما جربتهاش، يعني انا دخلت على اللي معمول جاهز. انت بعد كده بقى حسب ما انت عايزه تعملي لعبتك، عندك هنا اللي هي على اليمين التصميم، اللي هي السبوبه اللي موجوده، بتصممي الشكل، بتختاري الانيميشن من هنا، يعني بتختاري نيو انيميشن. اول ما تختاري نيو انيميشن، اول مره افتح معاكي، بس بتختاري الشكل اللي انت عايزاه جوه لعبتك، وتبداي تصممي لعبتك وتبني. يعني وليكن مثلا انا عايزه اعمل بنوته، ادي اول بنت، خلاص بيقول لي انيميشن لايبراري، دخلت تختاري الشكل اللي موجود مثلا البنت دي، بعدين تقولي دان، بتظهر عندك البنت وانت بتعملي التصميم بتاعها وتمشي معاها. بس ده عامل زي السكراتش، لو انت اشتغلتي على السكراتش وبتعملي عليها وبتعملي الحركات زي ما انت عايزه. انما اللي موجود اللي هو زي ما انا وريتكم فروم 8، يعني اللي موجود احسن اللي هي الجاهز، بس انا ما جربتش ان اعملها لوحدي بصراحه. بس انت ممكن تستكشفي بقى، تدخلي بنفس الطريقه وتختاري الشخصيه وتشوفي انت عايز تعمليها ازاي. اوكي معايا؟ معلش تفتح ترفع يدها واحنا نفتح لها المايك. اوكي في اي حد تاني عايز اي سؤال؟ استاذه دلال رفع ايديها. لا استاذه اللي كانت بتتكلم، بس اللي كانت بتسال السؤال اللي فات ترفع يدها واحنا نفتح لها. استاذه شيماء، ايوه انت اللي سالتيني. انا اللي كنت بسال حضرتك. ايوه شكرا لحضرتك. العفو. بس انت تقدري بقى تستكشفي، تدخلي بنفس الطريقه وتشوفي انت هتعمليها ازاي. تمام. حضرتك بتدي برضو الكود للطلبه بعد ما حضرتك خلصتي، حضرتك اللي اعطينا الكود دلوقتي صح؟ عايزين تعرفوا ازاي بتعملي الكود صح؟ يا ريت. ماشي اوكي. لا عادي.
طيب ماشي. اروح تاني عند اللي هي ماي داشبورد. لما بدخل على ماي داشبورد في هنا كلاس روم سيكشنز، شايفاها؟ شايفينها كلكم كلاس روم سيكشن؟ قال لك اد ا نيو كلاس روم سيكشن. بعد كده هنا باجي عند كرييت ا سيكشن، اضغط على كرييت ا سيكشن، بيطلع لي انت عايزه الاستودنت يدخلوا ازاي، بانهي طريقه، بجوجل كلاس روم لو احنا شغالين طبعا المدارس اللي بتشتغل بجوجل كلاس روم يدخلوا، بيبقوا عاملين لهم حسابات خاصه في المدرسه، ولا عايزاهم بيكتشر باسورد، وده قال لك دي مناسب اللي هي يدخلوا بصوره معينه من سن 4 ل 8 سنين، او سيكريت وورد تبقى انت قايله لكل طالب كلمه معينه ينضم ليها للصف، ولا بيرسونال لوج انز ان هم يدخلوا زي ما انتم دخلتوا كده بحساب الجوجل وانا اديت لكم الكود اللي انتوا تدخلوا بيه، فانتوا ليكوا حريه الاختيار اللي هنا. وليكن انا هختار الاخيره، لما اخترت فتح لي الصفحه دي اللي هي سيكشن نيم، انا عايزه اسمي الصف ده ايه مثلا، انا كنت مسميه الثاني متعه مع البرمجه، تحدي البرمجه مثلا، تحدي البرمجه. بعد كده بيقول لي اختار الجريد الصف، لو انا بدرس الصف الثالث الرابع الخامس انا اختار الصف اللي انا بدرسه وليكن الصف الرابع، سيلكت كورس، اختار الكورس اللي انت عايزه تديه لهم، الكورس المناسب للي هم المرحله الابتدائي من A اللي هو A اللي هي الروضه، B الصف الاول، C الصف الثاني، وهكذا اللي احنا كنا بنشتغل عليه دلوقتي الصف الثاني اللي هو فيه منها مراحل صعبه زي ما انتم شفتوا، فده انا شايفاه احسن مرحله، يعني انا فتحتهم كلهم حتى فيهم بعد كده مرحله فيهم رسم هندسي اللي هو يديكي زاويه وانت يقول لك اتحركي حسب الزاويه، او لما توصلي للمكان ده هتعملي كام خطوه، خماسي سداسي، فاللي هو كورس سي ده انسب حاجه 2021، يعني ده بتاع اللي هو احدث حاجه، حتى هو بيقول لي ريكومندد، واروح قايله سيف. بس ظهر عندي الصف الجديد اسمه تحدي البرمجه للصف الرابع كورس سي، انا هنا بيقول لي اد ستودنتس او ان انا اديهم الكود، ده الكود الجديد اللي ظهر اللي هو ده اللي هو اللي فوق ده، انا لو انا هضيف الطلاب انا هضغط على الطلاب هنا، لو انا عارفه اساميهم هضغط اد ستودنت وانا ادخل الطلاب بنفسي زي ما احنا بندخل في اللي هي في اي موقع تاني يعني، لكن لو هم هيدخلوا نفسهم هو بيقول لي يدخلوا ويدخلوا اللي هو سيكشن كود على طول زي ما احنا دخلنا. اوكي تمام تمام، شكرا لحضرتك جدا، شكرا قوي. الله يبارك لك. طبعا نرجع تاني للداشبورد اللي كانوا معايا وحضروا، فين الصف؟ انا داخله هنا برين سيرتيفيكيتس، المجموعه اللي هيظهر لهم الشهادات، استاذه هاله، استاذه منال، استاذه عبير، استاذه شيبانه. طبعا انا لما اقول برين سيرتيفيكيت بيظهر عندي الشهادات، وبعد كده المفروض انها تطبع، فانا هطبعها، مش هطبعها، هحطها في بي دي اف واخلي استاذه ايمان تحطها على الجروب الخاص بينا. طبعا لو انا قلت برنت، انا ما عنديش حاليا طبعا، دي الشهادات كلها اللي حضروا معايا النهارده اللي هم دخلوا معايا الصف، يعني اللي هو كود الصف اللي كانوا كاتبين اساميهم هيلاقوا اساميهم موجوده، استاذه دلال اهي الاسماء موجوده، فانا عايزه انتر. سيف اس بي دي اف، احطها سيف واخلي استاذه ايمان دلوقتي تحطها، ودي الشهادات اللي هي كورس سي 2021. اوكي وبكده انا خلصت الجزئيتين اللي انا عايزاهم على الماينكرافت ايدوكيشن واستوديو دوت كود دوت اورج. طبعا استوديو دوت كود احنا بس اخذنا الانجري بيرد، يعني انتوا تقدروا تدخلوا او تخلوا اولادكم يدخلوا على الموقع وانتم مطمنين ان هو اصلا حتى الكود وانتم قاعدين معاهم هم بيفكروا، الميزه ان هم بيخلوا الاولاد يفكروا ازاي يمشي الخطوات وازاي يتحرك معاها. واتمنى تكون الورشه تكون خفيفه عليكم وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بيها. يعني في أي سؤال؟
ما شاء الله ورشة جميلة ويعني فيها مشاركة مع كل الأعضاء. شكرا يا أستاذ فوز. كان الشباب الكبار ما شاء الله جميلة جدا جدا. اللي لديه سؤال يرفع يده ونفتح له المايك يتفضل يسأل أي سؤال للأستاذة سعدية أو أي استفسار عايز يستفسره ما فيش مانع. يرفع يده بس وإحنا نفتح المايك. طبعا كان في سؤال اللي هو الماينكرافت ينزل على الموبايل ولا لا. الماينكرافت ما بيشتغلش على الموبايل كويس زي التابلت أو الآيباد أو اللابتوب. يعني هو ممكن ينزل على الموبايل بس مش هنعرف نشتغل عليه غير من الأجهزة التانية. الأفضل إما ويندوز اللي هي اللابتوب أو الكمبيوتر أو الآيباد أو تابلت. أستاذة فاطمة افتح المايك. أستاذة فاطمة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي جهودكم صراحة ما شاء الله ابداع أستاذة. بارك الله فيك أستاذ فوزي. بس نبي جزئية، يعني دخلت معك للفصل ولكن بصراحة كيف دخلتي على البرنامج متاع النيني نمشي نطبق الخطوات على الكورس ما زبطهاش كويس. يعني الانجري بيرد نفسها يعني اللي هي الخطوات يعني دخلت نفسها. لكن كيف بديتي اللعب بالخطوات الاول جزئيه منين دخلتي ما قدرتش طب انت دخلتي على عندي الشات ما قدرتش نسال يعني. طيب دخلتي على الصف؟ اي نعم دخلت معك. طيب انا هدخل معاكي على صف تاني اللي هو كورس ده واحد تاني. اوكي ثواني. هنا مثلا كورسين اهو بيفتح معايا. طبعا هو فتح معاكي وصلتي للجزئيه دي اللي هي بروجرامينج ويز انجري بيرد؟ لا اللي قبلها انا طيب. وصلت اللي قبلها الخطوه اللي وصلتي لحد هنا كلمه كورس سي موجوده صح؟ لقيتي كلمه كورس سي؟ تمام بالضبط. اضغطي عليها. نعم. اضغطي على كورس سي. تمام. لما بتضغطي على كورس سي عندك بقى اللي هي ليسون 1 وعندك ليسون 2 وعندك ليسون 3. احنا اشتغلنا على ليسون 3 اللي هو بروجرامينج ويز انجري بيردز. تمام. يعني هنا نبدا من الاول ولا انت عايزه تبداي بقى من الاول؟ عادي ان بلوك ذا اكتيفيتي وتشتغلي عليها من اول ليسون 1 وليسون 2. انا اشتغلت من دي لان من بدايه دي الثانيه اللي هي خاصه بالكي جي اللي هي مرحلة الأطفال الصغيرين يعني اللي هي يعني هي مرحلة عمرية يعني على المرحلة العمرية يعني على قد ما دي للصف الثاني بس أنا شايفاها إن هي تنفع كمان للأكتر من كده. لأن فيها يعني مثلا المستوى الثامن هنا صعب شوية. بعد ما بنخلص دي عندنا المتاهة. المتاهة اللي هي بتاعت فيلم آيس إيج اللي هي الشخصيات بتاعت آيس إيج دي اللي هي المتاهة. بعد كده هنا تريجر اللي هي البحث عن الكنز ودي اصعب شويه. دي اللي هي مرحله الصف الخامس. بعد كده اللي هي كرييتنج ارت وسكود هي دي اللي فيها رسمه هندسي اللي هي داخله بالهندسه وهكذا بكل المراحل. كل مره بتبقى اصعب شويه. فانت عندك كل مرحله بتضغطي بس مجرد انك بتبداي على واحده فيهم مش محتاجه انك ترجعي للشاشه دي تاني. يعني لو دخلت على الميز اللي هي المتاهه وضغطت على رقم 2 اهو لقيت فوق كتب لي 2 3 4 كل الحكايه بس ان هو هيتنقل من فوق خلاص. وهبدا بقى الميز بتاعتي من هنا. يعني هو هنا عايز يروح للبندق فهيتحرك خطوه 2 محتاج لسه خطوه كمان يعني موف فورورد وادوس على ران ونشوف بس. وهكمل مجرد ان اعمل كونتينيو هينقلني في الميز اللي بعدها وهكذا في اللي هي المتاهه اللي بعدها. المرة دي برضو فيها تيرن ليفت وتيرن رايت لأنه هيمشي الأول وبعدين تيرن وبعدين يروح يطلع فوق. بس دي اللي هي المراحل. الله وفيك. يعني أنا تو مثلا هنا بناخد الخطوات من يعني على عدد الخطوات من موجود أساسا. لا هنا هو في البداية بيبقى حاطط لك بس مش شرط يكون. نعم. كله صح
يعني هو هنا بيقول استخدميه وشوفي، يعني هو حاطط ان هو move forward، يعني اللي هو الكود اللي هو عامله عمل move forward يعني يتحرك خطوة للأمام، وبعدين turn right لو اتحرك خطوة للأمام وعمل turn right يا إما هيقع هيقع، يعني لو عملنا للكود اللي هو عامله ما راحش في حتة أو مفيش، يعني معنى كده إن في الكود هنا غلط، لازم في حركة تاني، يبقى المفروض move forward مرتين أهي ونشوف كده. عدد الخطوات. أيوة أشوف هنا كده المفروض يتحرك كم خطوة عشان يوصل، يعني المفروض هنا يتحرك خطوة واحدة للأمام، خطوة واحدة بس، وبعدين turn وعشان يطلع لخطوة واحدة للأمام كمان، إن هو هنا عمل لي move forward move forward move forward، يعني ده غلط. يعني نبي نعدل فيها هذه الحاجة. أيوة أنزل أنزل دي وأشيل اللي هي دي زيادة عندي ودي زيادة عندي وأشوف كده، وطبعا المفروض هيبقى turn كمل. بس هي كده الخطوات امشي معاها، كل مره هيصعبها لي شويه مع كل مرحله. بعد ما اخلص الميز اللي هي المتاهه هينقلني على اللي هي البحث عن الكنز او الوصول للكنز برسمه ثانيه خالص وبشكل ثاني خالص ليها. مشكوره استاذة بارك الله فيك، لكن هو كبرنامج يعني تعليمي لجزئيه معينه يعني لا هو كل مرحلة عمرية، هي المراحل العمرية لحد ثانوي، فأنت بتختاري لحد ثانوي. بجيبها منين؟ يعني أنا دلوقتي لو رجعت عشان أجيب الداشبورد، قصدي أيضا أنه هو يعني مثلا ما هوش مصنف، مثلا ما قدرش نلعب مثلا. أنت بتعملي كرييت؟ نعم أستاذة. يعني قصدك أنت اللي تعملي كرييت مع نفسك؟ انت اللي تعملي وتصنفي وتعملي اللعبه اللي انت عايزاها. ايه مثلا علوم رياضيات حاجه هيك على اللعبه او لا؟ يعني ما في على حسب، يعني انت عندك هنا الماينكرافت تقدري اتوظفيه اكتر، وهنا نفس الموضوع، يعني انت تقدري توظفي المسائل بحسب الالعاب اللي موجوده هنا، بس انت اللي تنشئيها. وانا ما رحتش اشتغلت في المراحل الثانوي، انا بس اشتغلت في الكورس على اللي هي من اول كيندر جاردن لحد الصف الخامس، هو ده اللي انا شفته. بس الصف الثالث اللي هو الجزء بتاع عندك في كورس سي، في جزء فيه خاص بالهندسه، ان هم برضو بالزوايا ان هم يقسموا على 360، يعملوا ضرب، يشوفوا عدد الاضلاع، يعني في جزء منها خاص رياضيات. فأكيد لو إحنا كملنا للآخر في كل الكورس اللي موجودة ممكن نلاقي فيه أجزاء خاصة بالمادة أو بتخصصنا. يعني بارك الله فيك أستاذة، مشكورة. العفو، الله يجزاك الله كل خير. لكن الكورسات هي ما يعني كل ما ندخل مثلا زي ما أنت تو دخلتي ثلاثة مرات، كل مرة تدخلي على فصل تاني، يعني فالكورسات أيوة. متغيرة صح ولا؟ أيوة الكورسات كلها متغيرة، أنت بقى امشي معاها واحدة واحدة كده لحد ما تلاقي كورس مناسب للصف بتاعك. يعني شكرا، جزاك الله كل خير، بارك الله فيك، بارك الله فيك أيضا أستاذ فوزي، ويعطيكم الصحة. الله يعافيك. شكرا أستاذتنا، رجاء اللي خلص اللقاء ينزل اليد. ومعانا الآن أفنان. أستاذة أفنان يعطيك العافية. الله يعافيك. بس أنا كنت بدي أسألك، أول شيء شكرا كثير لشرحك الجميل، يعني شرحك عن جد كان بشفي الغل ما شاء الله، قد ما هو جميل ما شاء الله، يعني حلينا وعملنا كل إشي وطبقت زي ما أنت حكيتي، يعطيكي ألف ألف عافية. بس عندي سؤال بالنسبة للشهادات، وين يمكن نلاقيهم؟ الشهادات الخاصة اللي أنا لسه عاملاها دلوقتي؟ بالضبط. ثواني، المفروض أنا أهي دي الشهادات اللي طلعت اللي دخلوا معايا، أنا بعتهم عند أبلة إيمان. ثواني اخليها هي تحطها لكم. هنحطها على كل الجروبات الواتس.
أيوة أنا أحطها دلوقتي اللي هي فين اسمها سيرتيفيكيت. سيرتيفيكيت فهمت. إنما الماينكرافت، الماينكرافت أنتوا اللي بتعملوها، يعني الماينكرافت كل واحد فيكم عمل فينش دخلوا على طول على الصفحة اللي يكتب فيها اسمه ويطلع في الماينكرافت بعد ما بتخلصوا حتى أول مرحلة بس، يعني مش شرط تكملوا كل المراحل ده في الماينكرافت. أوكي أنا بعته لأبلة إيمان، معرفش وصل ولا لأ، هي هتحط شهادات اللي هي السيرتيفيكيت لو فتحتها لكم، أسماء المشاركين معايا 26، بس في حد كان حاطط نقطة دخل باللي هي مش داخل باسمه فظهرت عنده كده، يعني في أستاذة أفنان أهي شهادتك موجودة، وفي أستاذة دلال موجودة، 26 شهادة اللي دخلوا معايا اللي هي في الكود بتاع الصف، فده اللي ظهرت معاهم بالأسماء اللي دخلوا بيها هي اللي ظهرت أساميهم. بس 26 شهادة بالأسامي اللي دخلتوا بيها في الصف هم دول اللي موجودين، أنا بعتها لأبلة إيمان وهي أكيد هتحطها لكم على جروب وهيحطوها على الجروبات التانية. أنا أستاذة لا مكرم عبيد، يعني من ضمن رواد فريق الاحتياجات التدريبية ومدربة متميزة أيضا. تفضل تفتح المايك. أستاذة نجلاء مكرم عبيد تفضل تفتح المايك. أستاذة نجلاء، أستاذة شيماء رفع إيديها تاني. طب افتح المايك لحد ما أستاذة نجلاء تفتح. أستاذة أسماء إبراهيم عبد السلام تفضل افتح المايك. أستاذة أسماء بجد يعني انا بستفيد جدا موضوعات، حتى الوركشوبس بتبقى رائعه، يعني انا ما بكونش متخيله ان الموضوعات هتبقى بروفيشنال وحلوه كده. كل مره بكتب في الفورم مثلا انا محتاجه حاجه بلاقي حاجه افضل من اللي انا كاتباها بكتير. فحقيقي شكرا للفريق كله، شكرا للاستاذ فوزي، وشكرا لشرح حضرتك كان رائع النهارده. انا بس يعني كنت بتابع مع حضرتك فما دخلتش الكود، يعني دخلت انا سجلت ودخلت كنت بتابع انا، فممكن اسمي ما يكونش دخل ضمن الشهادات بس انا دخلت في الاخر بالكود، فهل ده بقى هيبقى لي شهاده او كده ولا خلاص؟ لو دخلت في الوقت اللي انا عملت فيه استاذه اسماء، لا انا دخلت بعد ما حضرتك خلصتي بالكود. بعد ما خلصت حاليا، يعني حاليا انا داخله وعديت ليفلز في الـ في الـ في الجيمز، يعني دخلت بنفس كود اي كود اللي هو ايه انهي واحد اللي حضرتك بعتي له الواي 4K؟ ايوه واي 4K. ودخلت باي اسم؟ هو اسمي تقريبا مش عارفه يعني، بس هو ما طلبش مني اسمي، يعني انا كنت مسجله اصلا فدخلت على طول بالكود. دخلت بالكود بس الاسم يعني هي دي الاسماء اللي موجوده، بس ثاني اعمل ريفرش تاني. كونتينيو. تمانية وعشرين او في اتنين دخلوا دلوقتي جداد. اسماء، استاذة اسماء عربي. ايوه دخلت. عادي اعملهم تاني مش مشكلة. شكرا جزيلا، ويعني الموضوع شيق جدا، اتمنى ان انا بقى اقدر اكريت ده فيما يخص يعني شغلي وطلابي، يعني لسه الموضوع برضو مش قوي فيه، يعني اتمنى ان انا اقدر اكريت حاجه من اللي استفدته. لا ان شاء الله. انا اصلا بالنسبه لي انا بعد ما بنتهي من الحصه كان مثلا ممكن يبقى فيه 5 دقائق 10 دقائق فاضيه بعد ما بنخلص حسب طبعا الدروس، اذا كانت دروس سهله او دروس